اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هاد الناس ديال المغرب ما تيبغيوش يخليونا ساكتين. اليوم خرج واحد المنشور تيقولوا فيه ان اللي مات غادي يديوه يدفنوه في المغرب. مزيان صفقنا المبادره، اللي مات يهبط للمغرب، لانه بزاف ديال الناس كانوا خصهم يدفنوا العائلات ديالهم في المغرب. لكن اللي مات بكورونا ما غاديش يهبطوه للمغرب، واللي ماتوا تدفن ما غاديش يهبطوه للمغرب. اذا ديك الهضره ديال الوزيره شحال هادي ما كاينش منها. المكتسب اللي بعد النضالات ديال الجمعيات الديمقراطيه ديال مغاربه العالم ديال ترحيل الجثامين ديال المغاربه بالمجان جاء خلال ديال الولايه ديال محمد عامر اللي كان وزير ديال الجاليه، وتلقيت اننا ربحنا هذا المكتسب وبداو الناس تي يهبطوا الجثامين على حساب المغرب. تونس تهبط الجثامين ديالها بالمجان، بنغلاديش. اليوم المنشور خرج فيه داك الهشاشه، الناس ديال الهشاشه ما غاديش يهبطوهم، غادي يهبطوا غير اللي مؤمنين التامين. اما اللي غير مؤمن دبر راسو عائلته جمع. اذا ها انتما الحكومه المغربيه جيتو دابايا وحاربنا داك اللي تيسترزقوا بالناس اللي ماتوا، دابا فتحتوا البال باش يبقاو يجمعوا الفلوس ويقولوا بانهم تيجمعوا شي واحد باش يدفنوه. لماذا تعذبون مغاربه العالم امواتا واحياء؟ واش هذا هو الجزاء ديالهم؟ ما تقوليش انا سلبي، انا ماشي سلبي، انا ايجابي، ولكن مثل هذه القرارات هذه تجعلنا اننا ما نسكتوش، لانه لا يعقل ان يضرب مكتسب عرض الحائط. فانتم قلتوا باش غادي انكم تكفلوا بالناس ديال الهشاشه واللي ما عندهمش التامين، الان اصبح ذاك المكتسب في ضربتي الماء بالرمله. فنتمنى ان تتراجعوا عن هذا القرار وتخليوا الناس يمشيوا يدفنوا العائلات ديالهم، وخاصه الناس اللي الهشاشه والناس اللي كانوا الان اصبحوا ضحيه ديال كورونا، فقدوا الشغل ديالهم بزاف ديال الامور. فنتمنى ذلك وشكرا.